السلام عليكم. وعليكم السلام. هل بالإمكان أن نتحدث معا؟ نعم بالتأكيد، دعينا اليوم نتحدث عن مخلوقات الله. حسنا، ولكن عن ماذا سنتحدث بالتفصيل؟ سنتحدث عن الفضاء. إنه موضوع جميل ومشوق. هل يمكن أن تذهبي معي للبر؟ إنني أحب الذهاب إلى هناك. بالتأكيد إنها فكرة رائعة، وبإمكاننا أن نتمعن بقدرة الله. هل تعلمين في أي مجرة نعيش نحن؟ لا، ما هي؟ هي مجرة درب التبانة. درب التبانة؟ نعم، ويوجد في هذه المجرة العديد من الكواكب ومنها كرة الأرض. وهل يوجد كواكب أخرى؟ بالتأكيد، هناك كوكب عطارد وهو للأقرب للشمس، ويوجد كوكب الزهرة والمريخ والمشتري وزحل، وهناك العديد منها. وهل يوجد بشر على هذه الكواكب؟ لا، لا يوجد، لأن لا يمكن العيش إلا في الكرة الأرضية. في الكواكب الأخرى لا يوجد بها جاذبية. لماذا أيضا؟ لا يوجد بها مقومات الحياة. وما هي مقومات الحياة؟ الماء والهواء والغذاء والكثير منها. فهذا يدل على قدرة الله العظيمة. قدرة الله؟ نعم، ويوجد هناك نبي استطاع أن يقسم القمر إلى نصفين وثم أعاده. وهل هو ساحر؟ ليس ساحر، إنه نبي من عند الله، وهذه معجزة من معجزاته. ومن هو هذا النبي؟ إنه النبي محمد صلى الله عليه وآله. جميل، وما تسمى هذه القدرة؟ هذه تسمى القدرة الكونية التي يهبها الله لبعض البشر. وهل توجد معجزة أخرى للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ نعم، ومنها رد الشمس من المغرب للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. هل يمكن أن نذهب للكواكب الأخرى؟ نعم نستطيع، لأن الله قال في كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. صدق الله العلي العظيم. ما معنى هذه الآية؟ معنى أنه بإمكاننا أن نذهب إلى السماء عن طريق الطائرات والصواريخ وهكذا. ولكنك قلت لا نستطيع أن نعيش هناك. نعم، ولكن يجب أن يكون لدينا ملابس مناسبة وغذاء وأكسجين كافي. شكرا لك على هذه المعلومات الجميلة، لقد استمتعت بها. أتمنى لك السعادة الدائمة. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. شكرا لكم يا متابعين، وإن شاء الله ينال إعجابكم.